نروح ليها هذا التقرير لأول مرة في مصر تجربة فريدة. أول انتخابات إلكترونية تمت عندنا امبارح في نادي هيئة قضايا الدولة. نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالأمس امبارح طبعاً هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، وكان مستشار عمر مروان وزير العدل من يومين يوم الأربع عاملين اجتماع، وايضا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وتم الاعتماد انه يتم التصويت الالكتروني في انتخابات اللي جرت بالامس لاول مره انتخابات الكترونيه تجري في مصر في نادي هيئه قضايا الدوله الرياضه. نتابع تقرير ثم فاصل واستقبل ضيوفي الكرام. للمرة الأولى في مصر جاءت الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس لنادي أعضاء مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي بالنظام الإلكتروني، وهو ما يأتي تزامنا مع اهتمام وتطبيق سياسات الدولة المصرية والخاص بالتحول الرقمي، حيث جرت الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني، وهو ما يعد نقلة حقيقية في آلية وطريقة النظام الانتخابي تمهيداً لتعميم التجربة في الأندية الكبرى في مصر. التصويت الإلكتروني دي نقلة حضارية بتنقل مصر إلى اتجاه أحسن. التصويت الإلكتروني حاجة مؤمنة تماماً. التصويت الإلكتروني سريع جداً وبيؤدي لنتائج يعني حقيقية لا شبهة فيها. والتصويت الإلكتروني ده طبعاً ناتج من إن احنا عندنا إدارة التحول الرقمي. إدارة التحول الرقمي ديت الاتجاه ده منذ أن توليت رئيس الهيئة وإحنا بندعم في إدارة التحول الرقمي بالأجهزة، وعملنا بروتوكول مع وزارة الاتصالات، وطبعا وزارة التخطيط ساعدتنا، ووزارة الشباب والرياضة طبعا ساعدتنا، ومعالي وزير العدل دعمنا إن إحنا ننجح هذا الاتجاه، لأن ده هيبقى اتجاه لو نجح هيبقى بنية أساسية لجميع الانتخابات القادمة. بنبدأ أول خطوة في التصويت الإلكتروني على مستوى الأندية الرياضية التابعة لشباب الرياضة، وإحنا فعلا بنشكر سيد وزير شباب الرياضة إن هو اختار نادي رياضي هيئة قضايا الدولة إن هي تكون بادرة انطلاق للتصويت الإلكتروني في القاهرة وفي الأندية الرياضية، وده تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس الجمهورية فتاح بيه السيسي، وتنفيذا لتوجيهات معالي الوزير المستشار الجليل مسعد بيه عبد المقصود من ضرورة تنفيذ سياسة التحول الرقمي، وتنفيذا لرؤية مصر 2030. إن شاء الله التصويت الإلكتروني ده نظام جميل جدا، حبينا نبدأ من هنا في قضايا الدولة، لأن قضايا الدولة هي التربة الخصبة لأي منظومة تهدف إلى حماية المال العام وتحقيق الصالح العام. إحنا دلوقتي في عرس ديمقراطي جديد بعد العرس الأولاني اللي هو كان عرس انتخابات الرئاسة الحمد لله. النهاردة بقى إحنا عندنا في نظام جديد قوي عاملينه في انتخابات النادي الرياضي، هو انتخابات إلكترونية، يعني ان بنطور العمل الالكتروني عن طريق الكمبيوتر، عن طريق ان معالي المستشار هيخش يشوف الاسم ويختار الشخص اللي يرشحه طبقا لرغبته وارادته مستقله، وبعد كده بيروح هو مختار عليه ويروح طابعين الورقه وحاططها في اللجنه اللي هو المنوط بيها. اولا ده بيساعد في سرعه عمليه الفرز، تاني مع نسبه وجود الخطا نسبه تكاد تكون معدومه، نمرة 3 دي بتسرع في صدور إعلان النتيجة. النظام الجديد يسهم في العديد من الأمور التي تساعد على سرعة إعلان النتائج في زمن قياسي والشفافية وراحة الناخبين. احنا عاملين دراستنا، الدراسة التصورية للموضوع ده بقالنا فترة، وده النهارده زي ما بقول لحضرتك كده مع نادي هيئة قضايا الدولة احنا بدأنا نعمل التجربة دي، وإن شاء الله دي هتبقى حاجة كويسة في اتجاه الدولة نحو الرقمنة. يعني دي سابقة الأولى من نوعها، وإن شاء الله أنا شايف أنها ماشية بسلاسة وبيسر جدا، والكل مبسوط، مفيش تزاحم، مفيش حاجة رغم كثرة العدد السادة المستشارين الزملاء الأعضاء النادي، لكن العملية سهلة وبسيطة، وده يمكن التوجه الرئيسي لفخامة رئيس الجمهورية بنحو تحول رقمي على مستوى كل الإدارات والوزارات والجهات، وده تحول محمود
لمواكبة العالم كله. احنا عارفين طبعا العصر التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والكلام ده، فلابد ان نلاحق المجتمع الدولي في كل شيء. ده عرس هنقول قضائي رياضي، لان اول مره في تاريخ مصر وفي الشرق الاوسط ان يكون عندنا التصويت الالكتروني، ودي مصر دائما هي لها الرياده في هذا الموضوع. وقضايا الدوله كهيئه قضائيه قديمه، وهي اعرق هيئه قضائيه لها السبق في ذلك. ونادينا النهارده ان شاء الله هيبقى يكون نمراس للحياه البرلمانيه والتصويت الالكتروني، ندل على شيء بيدل على عظمه هذا المكان وثقافه هذا المكان. ان شاء الله لما تنجح هذه التجربه باذن الله تعمم على كل الانديه الرياضيه. وسامعين ان في توجه من الدوله نفسها ان باذن الله بعد كده يبقى حتى في انتخابات مجلس النواب وفي انتخابات الرئاسه تبقى مصر بتواكب العصر وبتشتغل في اطار التحول الرقمي والتحول التكنولوجي. يعني نامل ان تكون تلك الخطوه بادره للناخبين المصريين على مختلف المستويات، وان تشمل الانديه والنقابات والغرف التجاريه وباقي الانتخابات التشريعيه والنيابيه والرئاسيه. ايمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.